أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز إسقاط الدين عن المدين ويكون ذلك من الزكاة؟ لا لا، ما يجوز إسقاط الدين عن الزكاة، لأن الله يقول: وآتوا الزكاة. وإسقاط الدين ليس إيتاء، وإنما هو إبراء، إبراء فقط. وقد يكون صاحب هذا الدين آيسا منه ويبي يجدعه علشان أنه يكون محل الزكاة، لما آيس منه أو خاف أنه ما يجي يبي يجعله بدل الزكاة. ما يجوز هذا، يخرج الزكاة من عنده، والدين إذا جاءه يزكيه، إلا إن كان على غني وباذل فيزكيه ولو ما قبضه. نعم.